يتقدم لتحية السيد رئيس الجمهورية السيد بن حمودة علي، وهو والد اللاعب المرحوم بلال بن حمودة الذي أحيينا البارحة الذكرى السنوية الأولى لوفاته بعدما كان لاعبا في فريق اتحاد الجزائر. اللاعب بلال بن حمودة توفي وهو عائد إلى بيته إثر تربص رياضي العام الماضي. يتقدم السيد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيد جهيد سفيزف. يتقدم السيد عبد الحق بن شيخة المدرب الرئيسي للاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر. يتقدم السيد حركاتي محمد كريم الرئيس المدير العام لمجمع سيرباور. يتقدم السيد أعراب أحمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر. يتقدم قائد فريق الاتحادي الرياضي لمدينة الجزائر السيد بلعيد زين الدين. يتقدم المدرب المساعد للاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر السيد فريد زميت. يتقدم المدير العام للاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر السيد عبدوش رضا. دائما بمناسبة تتويج فريق الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر بالكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لسنة 2023. يتقدم مدرب الحراس السيد فريد بالملاط. يتقدم المدرب المساعد السيد حاج عدلان. يتقدم المحضر البدني لفريق الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر بلعيد مجاهد. لاعب الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر زماموش محمد الأمين. يتقدم اللاعب بوشينا مصطفى. لاعب الاتحادي الرياضي لمدينة الجزائر المتوجين بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. يتقدم اللاعب شيتا أسامة. يتقدم اللاعب بالقاسمي عبد الفتاح إسماعيل. هم المتوجون بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لسنة 2023. يتقدم اللاعب مريلي إسلام.
ويليه اللاعب مزيان بن طاهر عبد الرحمن. يتقدم اللاعب بن زازا إبراهيم. لاعب الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر متوجين بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لسنة 2023. يتقدم اللاعب بن شلف عماد. ويليه اللاعب أيمن محيوس. لاعب الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر متوجاً رفقة أقرانه بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لسنة 2023. يتقدم اللاعب رضواني سعدي. يتقدم اللاعب عليلات آدم. فريق الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر قد فاز بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لسنة 2023. يتقدم اللاعب باووش هواري. ويليه اللاعب بوسليو خالد. يتقدم اللاعب بن خليفة طاهر. كما يتقدم اللاعب بن بوط أسامة. متوجاً رفقة أقرانه بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لسنة 2023. يتقدم الرياضي اللاعب إبراهيم الخليل بكاكشي. فريق الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر منفتح على الكفاءات والمهارات، فيتقدم اللاعب أوريبوني تيميسانغ. كما يتقدم اللاعب آيت الحاج محمد. يتقدم اللاعب عثماني عبد الرؤوف. متوجاً رفقة أقرانه من لاعبي الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لسنة 2023. يتقدم اللاعب زواري عبد الكريم. لاعب الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر وعلى غراره يتقدم اللاعب الهريش زكريا محمد المبروك.
يواصل سيد رئيس الجمهورية تحية لاعبي وطاقم الفريق. يتقدم الرياضي بالحران عبد القادر علاء الدين. كما يتقدم الرياضي بو ناصر عبد الصمد. ويتقدم الرياضي لاعب الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر عبد السلام بوشوارب. أدعو اللاعب مرفاح مصالة لاعب الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر المتوج رفقة أقرانه بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لسنة 2023. كما يتقدم الرياضي أكرم جحنيت لاعب الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر والمتوج رفقة أقرانه بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لسنة 2023. أبى أهل الفريق إلا أن يكرموا سيد رئيس الجمهورية بهدية. وأدعو فضلا السيد المدرب رئيس الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر عبد الحق بن شيخة وكذا السيد حركاتي محمد كريم الدين الرئيس المدير العام لمجمع سيرفور والسيد أعراب محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر وهم يقدمون قميصا موشحا بإمضاءات لاعبي الفريق إلى السيد رئيس الجمهورية نظير رعايته للرياضة واستقباله للفريق كاملا بكافة أطقمه. ويقدم السيد علي بن حمودة والد المرحوم بلال بن حمودة لاعب الفريق الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لسنة 2023. يرفع السيد رئيس الجمهورية الكأس عالياً.